نروح بقى مع حضراتكم للنادي الاهلي اللي هيعقد مؤتمر صحفي ان شاء الله النهارده الساعه 1 الظهر لتقديم المدير الفني الجديد مارسيل كولر الى كافه وسائل الاعلام المختلفه بعد التعاقد معاه لمده موسمين قادمين، هو ومعاه ثلاث معاونين، مدرب ومدرب احمال وايضا محلل اداء. طبعا بنتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. المدرب الجديد ابتدى اول تمرين ليه مع الفريق امبارح على ملعب مختار التتش في اطار الاستعداد للمرحله المقبله، وطبعا ده كان بعد فتره من الراحه اللي حصل عليها اللاعبين. وطبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا احنا كنا اتكلمنا كتير عن اهميه فكره الراحه او اراحه اللاعبين اللي الحقيقه بنتمنى انها تؤتي ثمارها ويرجعوا في قمه نشاطهم مع بدايه الموسم الجديد ان شاء الله. وبرضو اكيد اكيد دي نقطه لازم تكون متاخده في الحسبان الى جانب اللي كنا بنتكلم فيه فيما يتعلق بمساله الطب النفسي واهميه بالزبط. التاهيل النفسي للعيبه. بص برضو من الحاجات اللي عايزه يعني انبه او اقول لحضراتكم عليها، هو كان مارسيل كولر حريص جدا ان هو يتكلم مع اللعيبه وعمل محاضره فنيه، ده كان بالامس برضو قبل انطلاق التدريب، وكان بيتكلم عن ان هو يعني فكر بتاعه هو مش عايز ان هو يحكم على حد من دلوقتي يا كريم، هو لسه بيقرا لسه بيشوف، وفي نفس الوقت مش عايز يضغط على اللعيبه نفسيا ابدا ان هم يبقوا فاكرين ان هم تحت اختبار. دي في حد ذاتها مش بدايه حلوه، ان انا ابقى داخل بقول للعيبه انا في منكم اللي هيكمل وفي منكم اللي مش هيكمل، دي حاجه بتبقى ضمنيا معروفه، لكن فكره ان انا احملهم هذا الضغط انت مش هتلاقي النتيجه المرجوه. الضغط على اي شخص بيبقى شيء صعب، يعني ممكن يديك نتيجه عكسيه لما تضغط على حد، خصوصا لما تبقى بتتكلم عن لاعب كبير. فالراجل ده عنده فكر، اعتقد مارسيل كولر من الناس اللي فعلا عندها درايه بزوايا كتيره جدا. وخليني اطمن حضراتكم لان طبعا ناس كتير كانت بتسال عن اللعيبه بتاعتنا. امبارح التدريب شهد انتظام الحمد لله حسين الشحات بصوره كامله، عمرو السلية يا كريم، وطاهر محمد طاهر كمان، ناس كتير سالتنا عليهم، محمود متولي كان برده موجود في جزء من التمرين، والثلاثي عندنا مجدي قفشه ومحمد شريف واحمد نبيل كوكا، برده خليني اطمن حضراتكم ان هم في تدريبات تاهيليه. وطبعا بيير ستاو برده دلوقتي واصل تنفيذ برنامجه العلاجي الطبيعي الخاص بيه في الجيم، فده حال الفريق لحد دلوقتي. نتمنى ان شاء الله الاستشفاء الكامل لكل عضو في هذا الفريق اللي باذن الله هيشهد معانا موسم قوي، موسم فيه تنافسيه شديده، وقلنا الكلام ده قبل كده يا كريم. اكيد الزمالك او الحاصل على بطوله الدوري حابب ان هو يعيد هذا الانتصار مره اخرى وحقه، اكيد احنا كنادي الاهلي اكبر نادي حاصل على هذه البطوله في تاريخه برده من حقه ان هو يسترجع هذا اللقب المحبب ليه ولجماهيره. التنافسيه الموجوده في النوادي الاخرى اللي شفناها برضو، عندك بيراميدز وعندك فيوتشر وعندك سيراميك، عندك انديه كتيره جدا في الفتره الاخيره عملت برضو صفقات وعملت شغل على الارض وغيرت برضو مديرين فنيين، كل ده اثر بشكل كبير على ادائهم على الارض. فكل ده بينصب على فكره في الاخر في فكره هنا الروح او تطوير الكره المصريه. انا مش عايزه الاقي بطوله محليه النادي واحد برضو اللي بيكسبها على طول وبسهوله، يعني احنا كنادي اهلي احنا عايزين نكسبها بس مش عايزين نكسبها بسهوله، فاحنا عايزين تنافسيه، عايزين كره حلوه، عايزين نستمتع، هو ده برضو اللي بيدور عليه النادي الاهلي، لكن باذن الله يعود اللقب مره ثانيه لمكانه الطبيعي في النادي الاهلي. وهو اللي بيدور عليه جماهير النادي الاهلي بقالنا سنتين، يعني فكره ان النادي الاهلي النادي اللي صاحب زي ما هوندي بتقول لحضراتكم هو الكم الاكبر من عدد مرات الفوز بدرع الدوري، فكره ان احنا ما نحصلش على الدوري موسمين متتاليين ده طبعا كان شيء تعيس بالنسبه من 20 لكل... سنه يا بيه ما حصلتش. بس نرجع ونقول برضه خلي بالك من حاجه، انت عندك جماهير زي ما النادي الاهلي نادي استثنائي جماهيره كمان استثنائيه وعندها طمع مشروع انجاز التعبير في فكره ان هم يعني النادي يحصل على كل البطولات اللي بيشارك فيها. وبالمناسبه برضو دي نقطة تانية من الحاجات اللي لازم يعني تبقى ملفتة للنظر، الحقيقة النادي الأهلي عبر تاريخه شارك في كل البطولات المحلية والقارية وحتى الدولية المتاح ان هو يشارك فيها وكلهم كوم، ودايما تلاقوا ان درع الدوري ليه خصوصية شديدة جدا. يبقى النادي الأهلي راجع مثلا واخد برونزية كأس العالم للأندية شوية فرحة كده على الضيق، بس الدوري ما تفهميش ليه خصوصية شديدة جدا. فان شاء الله ان شاء الله يعود لمقره الدائم ابتداء من الموسم الجاي ان شاء الله.